الشبيبة القبائلية بشعار تعزيز مركز الوصافة وتقليص الفارق عن الرائد، والمهمة ليست بالسهلة أمام فريق يحسن التفوض خارج دياره. اسمه نصر حسين داي، ومن دون مدربه المستقيل زيري بلال الذي لم تسعفه النتائج، آخرها انهزامان وتعادل. الشبيبة وتحت أنظار محبيها الذين غزوا مدرجات ملعب أول نوفمبر، دخلت بقوة وحاولت التحكم في زمام الأمور، فكانت محاولة شتي ثم تلتها محاولة ثانية من أوتشي التي وجدت دفاعا صلبا يقظا، لكن ذلك لم يدم كثيرا بما أن أوتشي عاد مرة أخرى بعد الكرة الثابتة من طافني، وأوتشي يمضي الهدف الرابع له بألوان الشبيبة. الهدف الأول لشبيبة القبائل من أوتشي، تمريرة واعدة كانت سحرية مليمترية من طافني، وضع فوق رأس أوتشي فرقة كبيرة فوق المدرجات من جانب عناصر من جانب أنصار شبيبة القبائل. كيف خرج أوتشي؟ من أين خرج؟ كيف رأى طافني؟ كيف وضع الكرة فوق رأس؟ رد النصرية في هذه المرحلة الأولى لم يكن بالمستوى المطلوب، فيما كان بإمكان الشبيبة مضاعفة النتيجة دائما بالقوة الضاربة الهجومية. كرة لأوتشي من هناك، انطلق أوتشي، أوتشي 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 طبع عمرون، ولكن التوزع في القائمة الثاني. كرة حركت عناصر نصر حسين داي الذين رموا بثقلهم للهجوم بغية تعديل النتيجة، فجاءت هذه المحاولة الخطيرة، غير أن صالحي بمساعدة القائم ينقذ الموقف. شوط أول انتهى لصالح الشبيبة، وثان كان امتدادا حيث أن النصرية بقيت دائما باحثة عن هدف التعديل الذي جاء مع بداية المرحلة الثانية بكرة رائعة بيوسفي لخسف، هذا الأخير نحو ديب الذي يمضي ثاني أهدافه مع النصرية. هدف التعادل، هدف التعادل لنصر حسين داي مباشرة مع بداية الشوط الأول، هو يجمع معاكس خسف يتمكن من تسجيل أو من تعديل النتيجة بعد هذه الهجمة المعاكسة السريعة الخاطفة. هدف أعطى الثقة لأشبال لاسات، ويعيش يضيع فرصة أخذ الأسبقية بهذه المحاولة. تسديدة تورتاني لم تكن في مستوى العمل الرائع من خسف على الجهة اليسرى. خسف يمر، يواصل، يتوغل، ماذا يفعل؟ يوزع في القائمة الثانية. الشبيبة تشعر بالخطر، وكان لزاما نقل ذلك إلى الجهة المقابلة حيث الحارس بصوف، وهنا حضرت الفعالية من قبل المهاجم حمرون الذي أمضى ثاني أهدافه مع الشبيبة ومحررا الأنصار. شوف الترويض بالسطر، شوف الترويض، وشوف التسديدة بخارج القدم. الترويض بالسطر كريم، خاصة التسديدة في القائم الثاني والحارس كان في القائم الأول. لكن قبل كل هذا التمريرة من شتي والتوزيعة من طفل. التمريرة جيدة وخاصة القائم الثاني. ما تبقى من عمر المباراة لم يحمل جديدا على مستوى النتيجة، رغم بعض المحاولات للشبيبة وأخرى للنصرية. وهنا مواقي يهدر فرصة تعديل النتيجة، خسارة رابعة للنصرية هذا الموسم، فيما الشبيبة تضيف الفوز السابع والخامس لها داخل قلعة أول نوفمبر.